أكثر من 18 مصنع أسمنت حكوميا في العراق، وما يقارب 13 مصنعا أهليا تابعا للقطاع الخاص. تنتج هذه المصانع حوالي 26 مليون طن سنويا. هذا الإنتاج يسد حاجة العراق من الإسمنت، لذا شمل هذا القطاع بحماية المنتج كون حاجة العراق بقدر ما تنتجه هذه المصانع، وهذا ما دفع الحكومة إلى منع استيراد الإسمنت من خارج العراق، في حين تصل أسعار طن الإسمنت العراقي في الأسواق اليوم إلى 98 ألف دينار للطن المقاوم في المعامل الحكومية والأهلية. لكن الذي حدث اليوم وأثار حفيظة أصحاب المصانع في هذا القطاع رفع أسعار الوقود من قبل وزارة النفط على المعامل، وهذا وفق مختصين سيعقد مراحل الإنتاج ويولد معاناة كبيرة للعاملين، وقد يصل الحال بأصحاب المعامل إلى إغلاق معاملهم لعدم قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج في ظل أسعار الوقود المرتفعة، ناهيك عن ارتفاع أسعار الإسمنت على المواطن العراقي الذي يعاني كثيرا من موجة ارتفاع الأسعار. فإلى متى يبقى القطاع الصناعي العراقي يتأرجح بين القرارات والاجتهادات التي عادة ما تؤخر عجلة تقدم الصناعة أو استقرارها على أقل تقدير؟ لبرنامج دينار علي الجميلي العراقي الإخبارية.